بمدينة فاس العاصمة العلمية للمملكة المغربية، وتحديدا بحي المصلى الواقع بين منطقتي عين قدوس وبن دباب قرب جنا الحريشي وعين هارون وغير بعيد عن قبور النصارى وثانوية بن خلدون، في تراب مقاطعة المارينيين يوجد قبر أبو عبد الله محمد الثاني عشر المعروف باسم محمد الصغير آخر ملوك الأندلس المسلمين الملقب بالغالب بالله. حكم مملكة غرناطة في الأندلس في فترتين أواخر القرن الخامس عشر. يقع القبر في قبة بنيت على الطراز الأندلسي القديم، لكن القليل فقط من يعرف الأهمية التاريخية لهذا المكان بسبب الإهمال الذي يعيشه، حيث تحول إلى مكان لرمي القمامة ومسكن لمتشردين اتخذوا القبر كمأوى ومرحاض لهم. بجوار القبر توجد مساحة كبيرة تعرف بالمصلى، تقام فيها صلاة عيد الفطر وصلاة عيد الأضحى، وتستعمل كسوق أسبوعي للدراجات النارية. الملك محمد الصغير، تتضارب الروايات حول حقيقة الرجل، بين من يقول أن آخر ملوك الأندلس سلم غرناطة للملك فرناندو والملكة إيزابيلا حسب رواية المؤرخ أنطونيو جيفارا، وهو ما شكل عند المتلقي العربي أن محمد الصغير جبان ومستسلم لأوامر والدته. وفي كتاب بعنوان الموقف الأخير للمور كيف انتهت سبعة قرون من الحكم الإسلامي لإسبانيا للكاتبة إليزابيث درايسون، نجد أن الصغير لما ولد وجد أن الدولة قد أصابها الوهن والأسرة تعاني من الدسائس والمؤامرات طمعا في الحكم. ويضيف الكتاب إنه عندما ولد محمد الصغير لم يجد سوى إمارة غرناطة التي كانت تعيش عزلة وحصارا وتهديدا أمنيا كبيرا وانعداما للاستقرار، أي أنه لم يكن مسؤولا عن ضياع الأندلس وإنما الجزء الأكبر منها قد ضاع. استلم محمد الصغير دولة مهزوزة الأركان يتناحر كبارها من أجل السلطة، ويوم سقط في يد الجنود القشتاليين سلم محمد الصغير في عام 1492 مفاتيح غرناطة درة التاج الأندلسي لإيزابيلا وفرناندو، وقال لهما هذه مفاتيح الفردوس. وقبل أن يغادر المدينة مع والدته عائشة، وحسب الرواية الشهيرة وقف محمد الصغير على تلة يطالع المدينة من بعيد ويبكي هناك، فوبخته أمه بعبارتها ابكي كالنساء على ملك لم تحفظه كالرجال. وتقول عدد من التحقيقات التاريخية أن محمد الصغير لم يبكي قط في هذا المشهد المعروف بزفرة العربي الأخيرة. التاريخ يكتبه المنتصر ولا يترك للمهزوم سوى الهوامش. وكان الدكتور حمزة بن علي الكتاني قد انتقد الوضعية المزرية التي يوجد عليها قبر آخر ملوك غرناطة في مقال نشرته الصحافة المغربية. قال الكتاني أبا عبد الله الصغير يمثل رمزا للأندلس وللأندلسيين، وهي هوية ينص عليها الدستور المغربي، كما أنها هوية يحترمها العالم ويقدرها، وتاريخ عظيم يجمع المشترك بين إسبانيا والمغرب لا يمكن التفريط فيه. وقد ذكر العلامة محمد المقري في كتابه نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب أن محمد الصغير عاش مدة طويلة في فاس وخلف نسله بها إلى أن توفي سنة 1533 ودفن في هذا المكان. نأمل أن تقوم وزارة الثقافة المغربية باستدراك الوضع، وكذا مجلس جماعة فاس والسلطات المسؤولة، إذ لا يقبل أن يرى هذا في قبور عامة المسلمين، فما بالك برموز العالم كله يجلهم ويتحدث عن تاريخهم، نرى قبورهم على هاته الشاكلة.